نقف عند ما يدور في اولمبياد ريو دي جانيرو، واعتقد انه مستوى البعثه، وزير الرياضه كان بينبه يا جماعه ما تحبطوش البعثه علشان خاطر احنا عندنا لاعبه كبيره الحمد لله، عفاف الهدهد خدت ميداليه برونزيه، مبروك عليها الحمد لله اول برونزيه. لكن الحقيقه ان السلوك ايه؟ ساره هي اللي خدت؟ اه طيب، ساره سمير خدت برونزيه رفع الاثقال، والهدهد خدت ايه؟ عملت ايه يا الهدهد؟ دي اول برونزيه لسه اهو، يعني دينا بنحاول. فساره سمير خدت البرونزيه، مبروك لساره ومبروك لمصر. لكن انت لما تشوف الاداء اللي حصل في ريو دي جانيرو كنت تكتشف ببساطه ان احنا هيكون وضعنا سيء. هدي هوريك، هنعدي الصوره رقم واحد وناخد الصوره رقم اثنين يا شباب، انه مثلا اللجنه الاولمبيه المصريه طلبت حسب الاخبار اللي موجوده وما اتنفتش، اللجنه اللي يعني الولاد رايحين الاولمبياد طلبوا من اللاعبين شراء الزي على حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف ادي اول خبر، طلبوا من اللاعبين شراء الزي على حسابهم. طبعا في السباحه هي اللي فجرت، اعرض الخبر لو سمحت. فطلبوا من في الصوره رقم اثنين انه اللعيبه يشتروا الزي على حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ده ايه؟ ده اول حاجه. تاني حاجه حضرتك، طبعا مفيش حد بقى بيتعلم الدرس، السنة دي اللاعب أحمد عبد الرحمن تعرض لعقوبة اللعب بدون مدرب، لاعب الجودو برضو، دي حاجة مهمة جدا. دخل بزي معلهوش علم مصر، يعني اللجنة الأولمبية مش واخدة بالها إن من قواعد اللعب في الأولمبيات إن تاخد الزي عليه علم مصر. اللاعب أحمد عبد الرحمن دخل في الجودو حط مش لابس لبس معلهوش علم بلده، فعوقب المدرب وطرد المدرب، وبالتالي الشاب ده يعني بطلنا اللي في الاولمبياد ده، لعب طول المباراه من غير مدرب والنتيجه كانت طبعا هزيمته. الغريب انه الجورنال اليوم السابع لما اتصل برئيس اتحاد الجودو المصري عن الواقعه دي بالتحديد، قال بعد اللي حصل على طول مباشره، الراجل قال يعني معلش جل من لا يسهو، مش عارف، هسأل وهشوف. بسم الله ما شاء الله. برضو ازاي السنة دي الحقيقة يعني مسألة ازاي في الأولمبياد بتاعنا، معرفش ليه بنعمل كده في نفسنا، يعني ده احنا رايحين وبنمثل بلدنا وبطولة كبيرة واسم مصر لازم يرتفع عاليا إلى آخره. النهاردة بعض الجرايد الأجنبية جابت صور للزي المصري وهو في عليه مشاكل كتيرة جدا. مثلا يعني كان في مشهد محرج جدا في مباراة الكرة الشاطئية بين مصر وألمانيا، فضل المخرج يعمل زوم 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 على اللبس لحد ما جاب مشهد ان اللبس مشقق، لبس اللاعب، بص العلم، ثانية واحدة ارجع تاني معلش، بص العلم ده من البطولة، ده علم في البطولة، ده مش الصورة معمولة كده، لو بصيت على العلم من ناحية الشمال كده في الشاشة هتلاقي العلم مشقق، ودي صورة مطلعها واحد من المصورين في مباراة مصر وألمانيا في الكرة الشاطئية. يعني دول المفروض يحاكموا بتهمة إهانة علم مصر، يعني على هذا الشكل يحاكموا بتهمة إهانة علم مصر. شوف بقى منتخب المصارعة فضل مستني لحد قبل البطوله بيوم علشان الحاجات بتاعته محجوزه في مطار القاهره. ما شاء الله ما شاء الله، الحاجه كلها الملابس بتاعتهم محجوزه في مطار القاهره بتوع المصارعه. ده ينفع؟ ده ينفع؟ طيب يعني طب انت عندك منتخبات وتصرف عليهم كتير جدا فوق ال 130 مليون جنيه على المنتخب، مين المسؤول؟ قول لي بقى مين المسؤول اداريا كده على انه يطلع فيه اربع لعيبه في هذا المنتخب بيتناولوا منشطات ونتيجه كانت استبعادهم من اللعب، وغير الغرامات بقى اللي نزلت علينا من الاتحاد الدولي من الاولمبياد. طب يعني ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل يعني؟ طيب خد بالك بقى، دي مشكلة إدارة، دي مش مشكلة اللعيبة. الإدارة دي بقى ويا للعجب أصرت إنها في المشهد الافتتاحي
للاولمبيات انها تقف قدام اللاعبين، يعني في الصوره الشهيره دي اللي يعني كل الناس علقت عليها، انهم اعرض لي الصوره. ادي الصوره بتاعت الاداريين واقفين قدام اللاعبين، كما لو كان يعني انتم مش عايزين تنجموا. طب الولاد اللي انتم طالعين معاهم ولا ايه؟ يعني مثلا البعثه دي مش عايزه تنجم، يعني المفروض مين النجم هنا؟ مين النجم؟ النجم هم الولاد دول. فانت البعثه رغم كل هذه الاخطاء اللي حصلت في اللبس وفي الاداره والمنشطات الى اخره، نكتشف ان ده بيحصل من الاداريين وبيقعدوا قدام لا حول ولا قوة الا بالله، قدام اللعيب. طبعا احنا بنبارك جدا جدا لدولة قطر الشقيقة. يعني دولة قطر الشقيقة الحقيقة يعني عندهم لعيبة شاطرين جدا جدا جدا، كلهم لي بينج هيزانار شينكار حانتو لابورو، كلها اسماء صينيين وكوريين ويابانيين واندونيسيين، بيفوزوا بالاولمبيات. حاجه عار يعني، بيروحوا يجنسوا الناس علشان يفوزوا بالاولمبيات. على الاقل احنا هذه الاخطاء الاداريه الفظيعه لم تمنع ان الحمد لله من فوزنا ببرونزيه، ورغم الاوضاع السيئه اللي فيها الولاد بتوعنا بتوع اللجنه اللي في الاولمبيات، الا ان هم يعني قادرين ينافسوا وينافسوا بشرف وبقوه. الولاد دول محتاجين نستثمر فيهم لانهم صوره كبيره جدا ومهمه جدا لمصر في الحقيقه. عايز اوريكم صوره اللاعب القطري في بطولة البينج بونج. عندك الصورة؟ على مهلك يا داغر. تعجبني سرعة داغر جدا في الاستجابة، استجابة سريعة ما شاء الله. حالم مستنيك يا داغر عشان ماشي يا داغر. اوكي، شفت برضو المشاكل الإدارية ممكن تعمل ايه؟ يعني برضو الصورة مش جاهزة برضو عشان ننتقد أنفسنا. طبعا من الرسائل، انا بس خلصت ضميري وبقول للسيد وزير الرياضه ان ده كلام شديد الخطوره وشديد الاهميه، ان ما يصحش ان احنا نصل الى هذه المرحله، ولا اللجنه الاولمبيه ولا حد يرضى ان احنا يبقى شكلنا كده في اولمبياد بهذا الحجم.